نحمد الله عدمها لا تصدق السحاب في سلامة نور عيني ودعا فيه شفاء في رجوع محمد بخير طاب السعد طاب راح كل الهم وارتاح قلبي في شفاء بعد فترة العلاج للدعاء ربي استجاب نشكر الله يوم شافاه من الشر وبرا مرحبا يا قرة العين بأبيات الكتاب حي نورك يا محمد ظلت القناة شوفتك تروي ضمع عيني وعيون القراب زانت وجيه الليال زاد نور الكون فرحتي بك يا ولدي يكتمل فيها النصاب إيه أنا أمك مثل وخاف وقيلك غلا الله يبعد عنك الشر ويزيل الصعاب عن حياتك والسعد دايما عينك ترى والثناء والشكر لأهلي وربعي القراب فضلهم من بعد ربي قصيدي ما حصل في علاج محمد تحملوا كل الصعاب وادخلوا الفرحة لقلبي وزانت للحياة نعم والله في أبويا الكف وسمح الجناب ذا سعود القرب ملي ولا شح بعطا وامي اللي فاتح أهل الكرم والطيب باب في مهاب انت الأجاويد والرؤوس الكهاب وأهلي وأخواني اللي شماها للقدر المهاب عزوتي وسنادي نجات ظروف الحياة نحمد الله عدمها لا تصدق السحاب في سلامة نور عيني ودعا فيه شفاء في رجوع محمد بخير طاب السعد طاب راح كل الهم وارتاح قلبي في شفاء بعد فترة العلاج للدعاء ربي استجاب نشكر الله يوم شافاه من الشر وبرا مرحبا يا قرة العين بأبيات الكتاب حي نورك يا محمد غاد القنا شوفتك تروي ضمع عيني وعيون القراب زانت وجيه الليال زاد نور الكون فرحتي بك يا ولدي يكتمل فيها النصاب فيها انا امك مزن وخاف وقيلك غلا الله يبعد عنك الشر ويزيل الصعاب عن حياتك والسعد دايما عينك ترى والثناء والشكر لاهلي وربعي القراب فضلهم من بعد ربي قصيدي ما حصل في علاج محمد تحملوا كل الصعاب وادخلوا الفرحة لقلبي وزانت للحياة نعم والله في أبويا الكف وسمح الجناب ذا سعود القرب ملي ولا شح بعطا وامي اللي فاتح أهل الكرم والطيب باب في مهاب انت الأجاويد والرسول